هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء دولة الكويت الشقيقة بتدشين أول رحلة لشركة الخطوط الجوية الكويتية من مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي التي اختارت مطار البحرين الدولي لتكون وجهتها الأولى في احتفالية مميزة تعتز المملكة أن تشارك شقيقتها الكويت فيها، مؤكدا سموه أن البحرين تفرح لأي نجاح تحققه الدول الشقيقة وتعتز به، مشيرا سموه إلى المكانة الخاصة التي تحظى بها العلاقات الأخوية القوية الراسخة التي تجمع المملكة بدولة الكويت الشقيقة في نفوس أهل البحرين. وأكد سموه أن انطلاق هذه الرحلة من دولة الكويت إلى البحرين هي أحد المناسبات التي ستظل حاضرة في الذاكرة وشاهدة على أن المسافة قريبة جدا ومفتوحة دائما بين القلوب في البلدين الشقيقين، في ظل ما يحظى به التقارب الأخوي الحميم والروابط التاريخية من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله وأخيه حضرة صاحب الجلالة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على كافة الصعد. جاء ذلك لدى استقبال سموه في قصر الرفاع بحضور معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية وسعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات الوفد الكويتي القادم على متن الرحلة الأولى من مبنى الركاب الجديد في دولة الكويت. ضم معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف وزير المالية ومعالي الدكتورة جنان محسن رمضان وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات وعدد من كبار المسؤولين في قطاع الطيران وجمع من الإعلاميين، حيث أبلغوا سموه تحيات حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، وتمنية سموهما إلى البحرين وشعبها بدوام التقدم والازدهار. وقد كلفهم سموه بنقل تحياته وأطيب تمنياته إلى حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت وسمو ولي عهده، وأتمنى سموه النجاح والتوفيق في هذه الخطوة التطويرية التي تعد إنجازا كبيرا ونقلة نوعية ترفد نمو قطاع النقل الجوي واللوجستيات ومردوده الحيوي في الجوانب التنموية والاقتصادية لتضيف إلى الرصيد التنموي الكبير في دولة الكويت الشقيقة. وأشار سموه إلى أن حركة الطيران بين البلدين تشهد نشاطا مستمرا منذ منتصف الستينيات ما يعززه أسس التعاون بين البلدين والاتفاقيات المعنية بهذا المجال، مؤكدا سموه دعم البحرين لاستثمار التعاون والتنسيق مع الكويت في قطاع الطيران إلى جانب مجالات التعاون الأخرى بينهما. من جانبه عرب الوفد الكويتي الشقيق عن سعادته بلقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وبالتواجد بين أشقائهم في مملكة البحرين، كما عبر عن شكره وتقديره لما لقيه من حفاوة استقبال ومشاركة في الاحتفال بهذا الحدث الهام للناقلة الكويتية الوطنية، مؤكدا ما يجسده ذلك من قوة ما يجمع بين البلدين الشقيقين من روابط وعلاقات أخوية راسخة ممتدة.